وفي ريف درعا الشمالي قتل 10 عناصر من قوات النظام السوري بعد أن استهدفت كتائب المعارضة المسلحة قافلة عسكرية براجمات الصواريخ. وأسفر الهجوم عن إعطاب عربتين عسكريتين بالإضافة إلى الخسائر البشرية بحسب تقارير لمصادر ميدانية. وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهون مناطق في مدينة نوى وأطراف بلدتي أم العوسج وتل شاب دون ورود أنباء عن إصابات.